جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة أدعية الاستفتاح كاملة أو يجزئ واحد في كل مرة؟ لا يجمع الإنسان بين الروايات الواردة في الاستفتاح في مرة واحدة، وإنما يستفتح في كل مرة بنوع من أنواع الاستفتاح الواردة، في كل مرة يستفتح بنوع من أنواع الاستفتاح الواردة، ولا يجمع بينها في مرة واحدة، لأن هذا لم يؤثر من عمل السلف الصالح وأهل العلم.